السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا الله يا الله، يا من تسبح له السماوات بنجومها وأبراجها. يا الله يا الله، يا من تسبح له الأرض بسهولها وفجاجها. يا الله يا الله، يا من تسبح له البحار بأمواجها والجبال بقممها والأشجار بفروعها وثمارها. يا الله يا الله، يا من تسبح له الطيور والأنعام في وكناتها. يا الله يا الله، سبحانك إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت. اللهم يا رب، في هذه الساعة المباركة لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا سالما غانما رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم يا رب العالمين، قونا في ديننا وأعنا على قضاء ديننا. اللهم اجعل يقيننا بك يقينا من كل شر، وإيماننا بك يهدينا إلى كل خير، ورجاؤنا فيك يحفظنا من كل ضر. نعوذ بك يا رب العالمين من كل سوء ومن كل مصيبة ومن كل بلية. اللهم احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم. قولوا معنا جميعا آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.